اولا صباح الخير عليكم جميعا. كما جاء على لسان زميلي الاستاذ السناوي، هذا الصباح جينا لمراكش باش حضرنا مع محمد المديمي اللي هذه المره الثانيه اللي كيستمع له السيد الوكيل العام لدى محكمه الاستئناف بمراكش على اثر دخوله في اضراب لا محدود عن الطاعن. فيوم الاربعاء لما شافوه تكلم معاه وسولو قالوا شنو هي الاسباب اللي خلاتك باش دير الاضراب عن الطاعن، واش غادي توقف الاضراب ديالك ولا غادي تستمر فيه، وان النيابه العامه هو الباب ديالها مفتوح لمحكمه الاستئناف باش يعني تستمع لك فيما يتعلق بالامور ديالك اللي انت كتحس بها ضراتك او ضرات الاسره ديالك او ساءت لك او ساءت لعائلتك او الدفاع ديالك. بطبيعه الحال اولا هذه المبادره احنا كدفاع ما يمكن لنا الا نشكروا السيد الوكيل العام شخصيا والنائب ديالو على صعيد الدائره القضائيه لمحكمه الاستئناف مراكش، وهذا تعامل ان دل على شيء تيدل على العمق الانساني في التعامل مع كل مواطن او مواطنه كيحس بانه واحد التشكي ديالو ما وصلش للجهه اللي هي كيكتبها في هذاك الموضوع. ف له مني ومن زميلي الاستاذ محمد السناوي كل الشكر وكل العرفان، ولذلك غادي نرجعوا عنده باش نشوفوا، لان شفنا غير النائب الاول ديالو. اليوم تم الاستماع بشكل مفصل في كل الامور اللي كانت يعمل المديمي منذ اعتقاله، او اللي درناها كدفاع مشتركين، او اللي قمت بها انا شخصيا، او اللي قامت بها العائله ديالو، او اللي قاموا بها الرفاق والرفيقات ديالو في المركز الوطني لحقوق الانسان. ومن هذه الامور هذه اولا الرساله اللي وجهها للديوان الملكي اللي كان تيبين فيها انه هو ما عنده حتى مشكل مع القضيه الوطنيه، هو كباقي المغاربه يعتبر قضيه الصحراء المغربيه هي قضيه وطنيه، وانه لم يقم على الاطلاق باي تزوير او تلفيق في ذلك التقرير لا بقضيه مدينه الداخله او اساءه لاي هيئه منظمه. هذا بغى يوضح الموقف الوطني ديالو السده العاليه بالله باعتباره احد الرعايا ديال جلاله الملك حفظه الله. بطبيعه الحال الوكيل العام وضح لنا هذه النقطه على انه كاينه. النقطه الثانيه او الموضوع الثاني هو الشكايه اللي دار محمد المديمي من السجن بالسيد رئيس الجمعيه ديال الضمير وقيل حقوق الانسان وشي حاجه بحال الشكل اللي سميتو هذاك السيد اللي دار به شكايه كونه انه لما مشى عند الفرقه الوطنيه الامن الوطني زاد من عنده. حنا كنعرفوا انه في العهد الجديد هذه القضيه ديال زاد من عنده ما كايناش، وإذا كان شي واحد زاد من عنده كيكون معرض للعقوبات ومعرض للمساءلة. وإلا حنا بغينا نعرفوا الحقيقة، واش هو كذب على الأمن ولا هو هذاك الكلام كيقولوا باش يبغي ينفخ في راسو؟ عنده مسائل اللي هي كتترتب عليه قانونيا. فالسيد الوكيل العام قلنا لأنه وجهها السيد المدير العام للأمن الوطني أو الجهة اللي هي معنية بالأمر لترتيب الآثار. النقطة الثالثة كتعلق بجوج ديال الرسائل، وحدة للمفتش العام لوزارة العدل كتعلق بتسريب الأحكام. إلا باقيين كتذكروا نهار كان تحكم المديمي الحكم خرج قبل ما يتم النطق به. والنقطة الرابعة كتعلق بشكاية السلطة القضائية، بالإضافة إلى العديد من الشكايات اللي دار في الآونة الأخيرة بواحد السيدة عندها واحد القناة مغربية وطنية ومعها مجموعة من الناس من الخارج ومن الداخل. وهاد الناس هذيك السيدة السيد وكيل الملك اليوم راه حطها في مستشفى الأمراض العقلية هنا بمراكش كيتسناو التقرير، وهذا التقرير ما عرفناش وقتاش غادي يجي. تسالنا مع الوكيل العام شمن عام غادي يجي هذا التقرير، وهذا السيده عندها سوابق مع السيد النقيب السابق المحترم لدى نقابه المحامين د مراكش ومع القاضي لدى نفس المحكمه وتم الايداع ديالها في السجن. علاش في قضيه المديمي
غير هذه القضيه هذه اللي عديناها للسبيطار. حنا ماشي ضد، بالعكس اذا كانت امراه مريضه راه كاين مسائل هي في القانون، ولكن كاين اشخاص مذكورين معايا في الشكايه، منهم هاد بن حسين، منهم واحد السيده في الخارج. لذلك حنايا تنطالبوا باش المديمي يتم المعامله ديالو كباقي المواطنين والمواطنات، الى معتقل حقيقه تم الاستقبال ديالنا مزيان وتم التعامل مع المديمي مزيان، ولكن انا بغيت مزيان نشوفها في الافعال وفي القرارات. واش دائما حتى يديروا اضراب عن الطعام عاد يكون، ولكن لا قدر الله خلال هذه الفتره هذه اللي كان هو داخل فيها في اضراب عن الطعام، وبالمناسبه حتى نشفوا ليه الكلاوي ديالو، كان بين الحياه والموت، واش خص الانسان تيدير هذا الشيء عاد سميتو؟ فلذلك حنا املنا كبير في السيد الوكيل العام، وكذلك حتى وكيل الملك لدى المحكمه الابتدائيه بمراكش، باش ياخذ الامور بواحد المأخذ ديال القيم العدل وقيم الانصاف. الدفاع ديال المديمي التهان امام الملأ، ولا النيابه العامه حركت ساكنا، وهذا الشيء في خبر النقباء ديالنا وفي خبر النيابه العامه. لا يعقل الا كان شي حد على برا، راه كاينه مساطر كدار، اللي كاين لداخل خص دار له المسطره، وباش نخرجوا هذا الشيء للراي العام. ما حد هذا الشيء ما خرجوش، المديمي مستعد في كل مره يدخل في شي معركه ديال الامعاء الفارغه، والدفاع ديالو مستعد باش يدير المساطر وكل الاشكال النضاليه، كل الاشكال النضاليه اللي يمكنش تحلى على 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 الانسان غادي يديرها، وكذلك الاخوان ديالو والاسره ديالو والاصدقاء ديالو في المركز الوطني لحقوق الانسان. على كل حال المديمي اليوم حل الاضراب عن الطعام، تم الاستماع اليه، تم الوعد ديالنا على ان غتخاد الامور بجديه. كل الشكايات الان هي بين يدي السيد الوكيل العام، وسيوجهها الى من يهمهم الامر، وسيعطي فيها تعليماته اللي كتقتضي البحث، راه غادا تكون موضوع البحث، واللي اللي خصها تمشي لشي جهه ما للاختصاص غتمشي. كاين مجموعه من الشكايات اللي تحلت على سلا، لان كاين عناوين في سلاف، كاين في مراكش، كاين خارج المغرب، هذا الشيء كله لانه حنا هذا الشيء تيبشر بالخير، وحنا في دوله الحق ودوله القانون، وخص القانون يطبق على الجميع وبدون استثناء. لا يعقل انه لما توجهت شكايات ضده هو تم التعجيل بها في حينه، ولما هو يوجه شكايات او الدفاع ديالو او العائله ديالو او المركز تبقى في الرفوف. غير معقول وغير مقبول في زمن كنسمعوا على انه كاين تخليق ديال المرفق ديال القضاء، وكاين مساله ديال السواسيه ديال المواطنين، وكاين مسائل ديال التعجيل بالبت في الشكاوي. اذا هذا بشكل عام هو هذا الموضوع ديال هذا اللقاء ديالنا اليوم اللي كان مع السيد الوكيل العام، وهي شكايات تتنوع ثلاثه الانواع. كاين الشكايات اللي كنا عملنا جميع كتتعلق بالتقرير اللي طالوا الزوير وبانت حقائق شأنه ديال المفوضه وديال غيرها، وهادشي كامل راه هو لان كاين عند واحد طابع سريه ما يمكنش نقولوه. كاين هذا المشكل هذا، كاين هاد الشكايه هادي، كاين الشكايات اللي داروا بالناس اللي شهروا به واللي سبوه واللي قذفوا به، سواء اللي هما كانوا معاه في المسطره الاولى كمشتكين او اللي عاد خرجوا من السجن، وربما راكم كتعرفوا على من كنتكلم. لذلك كنبغي نبلغكم كذلك الشكر ديالو الوسائل الاعلام اللي حضرت والعائله ديالو والمتعاطفين معاه من الداخل ومن الخارج والكل اليوتيوبرز، وكيجدد المديمي العهد على انه سيستمر، وحنا ما احوجنا الى امثال المديمي للدفاع على كل الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه في هذا الوطن العزيز، لانه بدون نضال لن نصل جميعا الى دوله قويه، سياده فيها للقانون وسياده فيها لحقوق الانسان. فشكرا لكم، وشكرا للاصدقاء المديمي، شكرا للاخوان كلهم اللي كيتضامنوا معاه، والشكر موصول كذلك للجاليه بالخارج وكل اليوتيوبرز اللي طلقوا العريضه ديال التشكي. وكنقول خاص تكون عرائض، وغادا تشكل في الايام القليله المقبله واحد اللجنه واسعه النطاق فيها نشطاء من حقوق الانسان، فيها هيئه الدفاع، فيها العائله ديالو، فيها الاصدقاء ديالو، اللي غادي تتحرك على عده مستويات قصد المطالبه باطلاق سراحه، لان تنعتبروا على ان المديمي ظلم مرتين، وما يمكنش هذا الظلم يبقى مستمر، خاصه مع مجيء
يعني المسؤول القضائي جديد متشبع بقيم حقوق الإنسان ومحترم للقانون ويحترم المواطنين والمواطنات، وحنا أملنا فيه كبير وأملنا كبير كذلك حتى في وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش باش يحرك كل الشكايات اللي عنده في مواجهة ذوك الناس اللي شهروا ماشي غير بالمديمي، شهروا بالدفاع، والدفاع اللي كيتعتبر جزء لا يتجزأ من أسرة العدالة. من أساء إلى الدفاع أساء إلى القضاء. لا أظن أنه يرضى السيد وكيل الملك أن يسمع ما أدلينا له به من إهانات وسب وقذف من طرف الدفاع، كما أنني كنطالب من النيابة العامة السيدة اللي خارج التراب الوطني إذا تعذر إحضارها أن تحرر في حقها مذكرة البحث على الصعيد الدولي، لأن هذه دولة عندها كيان ديالها وعندها مؤسسات ديالها وعندها ميكانيزمات ديالها، ماشي فقط غير على المديمي حتى على خصوم المديمي. وشكرا. استاذ السناوي